السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم مقدم البرنامج، برنامج على الماشي. طبعا الحين راح نطلع على الاستديو لأول مرة، راح نصور أول حلقة. طبعا الحلقة راح تتكلم عن موضوع صغير. طبعا إذا جاني سبسكرايب راح يعني أسوي مواضيع أخرى، وإن شاء الله راح معكم مصور عبد الله الشهري ونواف عبد الله والمذيع الكاتب، يعني قاعد يكتب لنا المتفكرات والذا. إن شاء الله إذا عجبكم المقاطع سووا لنا سبسكرايب، إن شاء الله أنا أكمل معاكم في هذا البرنامج. طبعا أنا المذيع، راح يكون معايا خوي عبد الرحمن ناشري، راح مجال آخر أنا راح أحش يعني الشباب. يعني عبد الرحمن راح يعني راح يتكلم لكم عن مواضيع سلبية في المجال. يلا نروح. طبعا الحين قبل شوي شفت المدفع ده، يعني اللي في الحمام ده، بفهم يعني ليش قاعد يصفر، يعني بيطلع شكله حلو يعني مثلا اللي صفر، بفهم يعني كده ولا بنجارته. طبعا أبغى أفهم الحين مشكلة في قبوع، يعني كل لبس يعني يكون لابس سماعات وقبوع نفس الفانيلا، يعني أبغى أفهم وش يعني يستفيد، يعني لما يكون اللون نفس لون القبول نفس لون الجزمة. صراحة أحس فاضيين يعني متفرغين في الحياة بشكل ما أدري كيف، يعني صراحة تفاهة و ما أدري يعني. بس تفاهة في الحياة تفاهة يعني، يعني لما يعني قبول أول يعني أولاد المجال ده، يعني الشعور مهم. الحين خلاص الواحد يحلق على الصفر يشتري لك القبوع ده. شوف أول ما لاحترامي أكبر احترامي للفنان قصين، صراحة يا أخ قصين، أولاد أمريكا، أنت عشت في أمريكا، هو عاش في أمريكا أصلا. شوف أولاد أمريكا، أولاد أمريكا حلوين يعني، مو مشكلة حلوين يعني، حلوين حلوين يعني كشكل يعني ذا لبس قبول. أما أولاد المجاردة والله ما أدري، لما يعني يكون الشكل بايخ وقاعد يتميلح على إن شكله حلو، شكلك بايخ يا أخي. ليش تلبس لي قبوع لونه بنفسجي؟ يعني لونه حمرا يا أخي، إيش ذا يا إيش الاستنزال ذا؟ إذا عجبكم مقطع سووا لي سبسكرايب، مقطع جاي أحبكم وأحب كل متابعيني على قناتي الخاصة في يوتيوب. شكرا لكم، سبسكرايب لكم.